في هذه الفقرة مواضيعنا كثيرة، مواضيعنا متنوعة، بس تخص من؟ تخص كل شخص يمارس رياضة، كل شخص يبي يبني عضلات، كل شخص يبي ينزل من وزنه، كل شخص يبي يعرف عن المكملات الغذائية والتغذية الرياضية، وكل شخص يبي يعرف شنو أكثر الأخطاء الشائعة وشلون يقوم بتصحيحها. شلون راح نوصل الرسالة؟ الرسالة بسيطة، أنا والمدرب عيسى الأنصاري كل أسبوع راح نطرح نقاط مختلفة من هالمكملات الغذائية، شلون طريقة استخدامها وشنو فايدتها ومضارها، شنو المفروض تاكل بما أنك تمارس رياضة إن كان لبناء عضلات أو لتنزيل وزن، شنو هي الطريقة الصحيحة للتمرين والتدريب. أيضا راح نتكلم عن الهرمونات والمنشطات المحرمة دوليا واللي تم استخدامها في رياضة كمال الأجسام. هذه الفقرة راح تكون صريحة جدا، جريئة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. راح نذكر أسرار وخفايا لم يتم الحديث عنها أبدا على شاشة التلفزيون. خليكم معانا كل أربعة على برنامج هلا بحرين.